صباح الخير مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى جلسه الاعمال، وفيها العديد ان شاء الله من الملفات الاقتصاديه. وفي موضوعنا الاول سنبحث فيما ذكره كتاب الانجازات الداخليه الذي اصدرته الامانه العامه لمجلس الوزراء انه يجري استكمال مراحل تنفيذ 37 مشروعا تقنيا تتعلق بعمليه التحول الرقمي بوزاره الداخليه، واستكمال تنفيذ 36 مشروعا فنيا يخدم قطاع أنظمة المراقبة الأمنية والربط الإلكتروني بين منفذ جوازات أبو سمرة ومنفذ جوازات سلوى السعودي بغرض تبادل بيانات حركات دخول وخروج المسافرين التي تتم عبر المنفذين وتسريع إجراءاتهم. واليوم نناقش هذه المشاريع المتعلقة بالتحول الرقمي. وفي قصتنا الثانية أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن انعقاد الحوار الافتتاحي الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في في منطقة البلدان العربية، ويأتي تنظيم الحوار الافتتاحي إيمانا بالعلاقة الوثيقة بين الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والترابط الوثيق بينهما، حرصا على تحقيق الأهداف المنشودة في الدول المشاركة ومناقشة التجارب الثرية والتحديات من أجل الوصول لأفضل الممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان والمرتبطة بالممارسات التجارية. وسنكون معكم مباشرة من الفعالية والزميلة رانيا خنفر. أما في قصتنا الثالثة، منحت الجهات التنظيمية الاتحادية في الولايات المتحدة تمديداً لمدة 3 سنوات لمشروع مشترك بين شركة إكسون موبيل وقطر للطاقة لاستكمال بناء منشأة جولدن باس للغاز المسال في ولاية تكساس. المشروع المقام في موقع سابن باس هو واحد من محطتين أمريكيتين كبيرتين كان من المتوقع أن يؤدي بدء تشغيلهما إلى زيادة كبيرة في الإمدادات خلال 12 شهرا المقبلة. أما في قصتنا الرابعة، تتواصل في جاليريا الحزم النسخة 6 من معرض عسجد للمجوهرات وسط مشاركة لأكثر من 85 علامة تجارية ومحلية اجتمعت تحت سقف واحد. واليوم نبحث في الشركات القطرية ومشاركتها في هذا المعرض. أما في موضوعنا الخامس، سنتابع وإياكم أداء مؤشرات البورصة القطرية وأسهم الشركات المدرجة وإعلانات الربع الثالث لآخر الشركات المعلنة. واليوم لدينا تحليل لنتائج شركة بلدنا وشركة الكهرباء والماء القطرية، فيما سنستعرض نتائج الشركات التي ستعلن هذا الأسبوع، فضلا عن جولة في الأسواق الخليجية والعالمية. أما في موضوعنا الأخير، انطلقت اليوم في الدوحة فعاليات مؤتمر الحوكمة الثلاثية بحضور أكثر من 250 مشاركا من مختلف الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة. يهدف المؤتمر الذي يستمر يومين إلى طرح قضايا تتعلق بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وسنكون معكم مباشرة من المؤتمر والزميلة نادين البيطار. مشاهدي الكرام، هذه المواضيع نبحثها في جلسة الأعمال بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. We'll be right back.
أهلا بكم. ذكر كتاب الإنجازات الداخلية الذي أصدرته الأمانة العامة لمجلس الوزراء أنه يجري استكمال مراحل تنفيذ 37 مشروعا تقنيا تتعلق بعملية التحول الرقمي في الداخلية، واستكمال تنفيذ 36 مشروعا فنيا يخدم قطاع أنظمة المراقبة الأمنية والربط الإلكتروني بين منفذ جوازات أبو سمرة ومنفذ جوازات سلوى السعودي بغرض تبادل بيانات حركات دخول وخروج المسافرين التي تتم عبر المنفذين وتسريع إجراءاتهم. مع تنامي دورها في حفظ الأمن والاستقرار لتحقيق متطلبات التنمية والنهضة الشاملة في البلاد، تسير مشاريع وزارة الداخلية على قدم وساق تنجز وتنفذ العديد منها مع التوسع في تطوير خدماتها وفق خطة استراتيجية، حيث يجري استكمال مراحل تنفيذ 37 مشروعا تقنيا تتعلق بعملية التحول الرقمي بالداخلية، واستكمال تنفيذ 36 مشروعا فنيا يخدم قطاع أنظمة المراقبة الأمنية والربط الإلكتروني بين منفذ جوازات أبو سمرة القطري ومنفذ جوازات سلوى السعودي بغرض تبادل بيانات حركات دخول وخروج المسافرين التي تتم عبر المنفذين وتسريع الإجراءات. وجاء في كتاب الإنجازات الداخلية الذي أصدرته الأمانة العامة لمجلس الوزراء إنه يتم إنشاء غرفة عمليات تتبع إدارة الإسناد والدوريات بالإدارة العامة للأمن الصناعي، والانتهاء من تشغيل أنظمة القيادة والسيطرة بغرفة عمليات مركزية بمركز القيادة الوطنية عبر الأقمار الصناعية، وإنشاء مختبر الإظهار الكيميائي بقسم مسرح الجريمة بإدارة الأدلة والمعلومات الجنائية، وبناء وتشغيل منظومة التعرف على الوجوه، ووضع خطة خمسية لتطوير وصيانة الزوارق بعيدة المدى وزوارق الإطفاء وتجهيز الدوريات الراجلة بكاميرات مراقبة متطورة. وفي المجال الإنشائي تم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تأهيل وصيانة منفذ أبو سمرة، والبدء في تنفيذ مشروع مبنى الخدمة الطبية بمدينة لوسيل، وتصميم وتنفيذ مبنى جديد للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وإنشاء مبنى متكامل لإدارة أمن النقل العام، ويضم غرفة عمليات مركزية لكافة وسائل المواصلات ونموذجا لمحطة مترو، وإنشاء مبنى جديد لإدارة تنفيذ الأحكام، وإنشاء مبنى مستقل لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية. هذا بالإضافة إلى إنشاء العديد من المراكز الجديدة التابعة للإدارة العامة لأمن السواحل والحدود. مزيد من النقاش ينضم إلينا المهندس عبد الرحمن اليافعي، استشاري هندسي أول. مرحبا بك سيد عبد الرحمن. ما هي أهم المشاريع التقنية التي تنفذها وزارة الداخلية حاليا ضمن جهود التحول الرقمي، وكيف تقرأ هذه المشاريع في مجال التسهيل على الجمهور خدمات الرقمية نتحدث؟ نعم مروان، صباح الخير لك وللسادة المشاهدين. نعم، تعمل وزارة الداخلية حاليا على تنفيذ أكثر من 37 مشروعا تقنيا بالإضافة إلى 36 مشروعا تقنيا آخر. كل هذه المشاريع تتنوع بين إنشاء أنظمة سيطرة ورقابة عبر الأقمار الاصطناعية بالإضافة إلى تطوير منظومات للتعرف على الوجوه، وأيضا مشاريع الربط الإلكتروني بين المنافذ مع الدول المجاورة. وبلا شك فأن مثل هذه المشاريع تساهم في بناء بنية تحتية تكنولوجية عالية وتدعم التحول الرقمي الذي تقوم به وزارة الداخلية، وفي نفس الوقت تواكب التطورات العالمية في هذا المجال. طيب، كيف برأيك تساهم تلك المشاريع التقنية التي تعتمدها وزارة الداخلية في تعزيز أيضا الكفاءة الأمنية؟
نعم مروان، تساعد هذه المشاريع التقنية في رفع كفاءة الأمن الداخلي من خلال تحسين دقة وسرعة الاستجابة الأمنية وأيضا تقليل زمن معالجة البيانات والمعلومات. فعلى سبيل المثال تساهم أنظمة القيادة والسيطرة في التنسيق السريع بين وحدات الأمنية المختلفة، وذلك للتعامل مع الأحداث الأمنية المختلفة وبشكل سريع جدا، مما يضمن الأمن والسلام المجتمعية في الدولة. تم ذكر الربط الإلكتروني ما بين منفذ جوازات أبو سمرة ومنفذ سلوى السعودي، كيف يعزز هذا الربط برأيك عملية تبادل بيانات المسافرين وأيضا سرعة إجراءات الدخول والخروج ما بين البلدين؟ نعم، هذا الربط الإلكتروني بين منفذ أبو سمرة ومنفذ سلوى السعودي سيساهم في تحسين تجربة المسافرين من خلال تقليل زمن الانتظار اللازم لإجراء المعاملات الحدودية، بالإضافة إلى التنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية في المنفذين، وبالتالي يحسن من سرعة الاستجابة لأي تطورات ويسهم في تسهيل الحركة والانسيابية للمسافرين العابرين عبر المنفذين المذكورين. اليوم برأيك ما مدى أهمية أيضا منصة متراش 2 كخدمة إلكترونية متكاملة على صعيد تحسين سرعة وكفاءة أيضا الخدمات الحكومية؟ نعم، تعتبر منصة متراش 2 من أهم التطبيقات التي يستخدمها المواطنون والمقيمون في دولة قطر على السواء في إنجاز المعاملات الخاصة بوزارة الداخلية بكل إداراتها المختلفة، مما يسهل على المستفيدين من هذه الخدمات سرعة الإجراءات وتوافر الخدمة على مدار ساعة وطوال أيام السنة، وبالتالي يحقق كفاءة تشغيلية عالية ويساهم في تسهيل الإجراءات وفي سرعة الحصول على الخدمات التي ينشدها كل من المواطن والمقيم. لاحظنا خلال السنوات القادمة أو عفوا خلال السنوات الماضية التطور الذي حدث في عدد الخدمات التي تقدمها منصة متراش وكم الخدمات التي يتم إضافتها بين فترة وأخرى، وبالتالي يساهم في كفاءة الخدمات المقدمة من قبل وزارة الداخلية. برأيك ما هي الفوائد الاقتصادية والأمنية لتقديم وزارة الداخلية القطرية خدمات رقمية متكاملة للمواطنين وللمقيمين؟ نعم مروان، تتميز الخدمات الرقمية بأنها قليلة التكلفة وسريعة في الإنجاز، وبالتالي تقلل من الازدحام الذي يحدث في المعاملات العادية، وبالتالي يساهم في تقليل الازدحام وفي سرعة إنجاز المعاملات، وبالتالي توفير نظام أمني يساعد على إجراء هذه المعاملات بأعلى دقة ممكنة وباستخدام التقنيات الرقمية الحديثة والتحول الرقمي الذي تشهده وزارة الداخلية مثلها مثل العديد من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى. وبالتالي نحن نتحدث هنا عن تعزيز الاستجابة الفورية وتقليل الاعتماد على الأوراق أيضا. تعتقد اليوم سيد عبد الرحمن بأنه على يعني ذكر متراش والخدمات التي يقدمها متراش 2 للجمهور وتلك الخدمات المتنوعة الحقيقة، واليوم لربما متراش يحتل مراتب الأولى ويحتل الصدارة في تلك الخدمات المقدمة حسب سنويا، نحن نتحدث أقل منذ حوالي 3 إلى 4 سنوات وهو في صدارة المنصات التي تقدم خدمات معتبرة للجمهور. اليوم أيضا مطالب الجهات الأخرى أيضا بنفس النهج وتحويل جميع الخدمات إلى خدمات إلكترونية رقمية للتسهيل على المستثمرين وللتسهيل أيضا على الجمهور. نعم مروان، في إطار الخطة الاستراتيجية للتحول الرقمي، فإن الجهات الحكومية الأخرى مطالبة بسرعة التحول الرقمي وتوفير منصات شبيهة بمنصة متراش 2، وذلك لتسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين والاستفادة من التقنيات الحديثة، خاصة نحن نتكلم عن توافر الأجهزة الإلكترونية بأنواعها المختلفة، إن كانت الهواتف المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر، نتحدث عن توافر وسائل الدفع بمختلف أنواعها سواء الدفع بالبطاقات الائتمانية أو الدفع عبر بطاقات الائتمان، وكذلك توصيل المعاملات أو توصيل الأوراق المطلوبة من الجهات الحكومية المختلفة إلى المنازل بكل يسر وسهولة.
لذلك فإن الوزارات والأجهزة الحكومية مدعوة لأن تحذو حذو وزارة الداخلية في تطبيق مطراش، وبالتالي الاستفادة من هذا التحول الرقمي والاستفادة من تجربة وزارة الداخلية لتعميم الخدمات الرقمية في مختلف الجهات الحكومية. لاحظ ايضا سيد عبد الرحمن بانه وزاره الداخليه اليوم هي يعني الجانب الامني في جميع وزارات الداخليه طاغي، ومع ذلك كل الخدمات وارفع الخدمات المقدمه اليوم مقدمه عبر وزاره الداخليه، واليوم نتحدث عن الربط الالكتروني مع المراقبه الامنيه في جميع المعابر، وكما ذكرنا 37 مشروع المزمع تنفيذها. نعم، الربط الإلكتروني يكاد يكون أحد المشاكل التي تواجه التحول الرقمي والتوجه نحو الخدمات الرقمية بدلا من الخدمات الورقية المعتادة، وبالتالي فإن نأمل من الجهات المختلفة في الحكومة في الأجهزة الحكومية المختلفة الإسراع في الربط الإلكتروني بين هذه الأجهزة أسوة بأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وبالتالي يمكن الاستفادة من التقنيات الحديثة في رفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة. أعتقد أن الأمر يحتاج إلى عزيمة وإلى إرادة من الجهات المختلفة للتوجه حثيثا نحو الربط الإلكتروني فيما بينها. المهندس عبد الرحمن اليافعي استشاري هندسي أول، نشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات. موضوعنا الثاني مشاهدينا الكرام، انطلقت اليوم في الدوحة فعاليات مؤتمر الحوكمة الثلاثية بحضور أكثر من 250 مشاركا من مختلف الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة، إضافة إلى مجموعة من الخبراء والأكاديميين في هذا المجال. يهدف المؤتمر الذي يستمر يومين إلى طرح قضايا تتعلق بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ويأتي تنظيم المؤتمر لمناقشة هذه المعايير واستعراض تجارب دولية من الولايات المتحدة وأوروبا والخليج، وكذلك ممارسات محلية تقدمها هيئات وجامعات وشركات محلية. للمزيد من التفاصيل حول مؤتمر الحوكمة الثلاثية تنضم إلينا من فندق الوادي في مشارب الزميلة نادين البيطار. صباح الخير نادين، إليك التفاصيل. نعم، صباح الخير من هنا من فندق الوادي مشارب، وتحديدا حيث يقام المؤتمر الدولي للحوكمة الثلاثية. وطبعا هذا المؤتمر الذي يأتي بمشاركة أكثر من 250 مشارك من مؤسسات و يعني حكومية وخاصة، وأيضا بحضور خبراء وأكاديميين في هذا المجال. هذا المؤتمر سيتضمن قضايا عديدة، البيئية أيضا، الاجتماعية، وحوكمة المؤسسات. سنتعرف عن تفاصيل هذا المؤتمر أكثر مع دكتورة بثينة الأنصاري، وطبعا هي نائب الرئيس التنفيذي لشركة حوكمة. حيتشالله معنا دكتورة بثينة. في البداية، ما هو الهدف الأساسي اليوم من إقامة المؤتمر الدولي للحوكمة الثلاثية؟
صباحكم الله بالخير. تأتي أهمية هذا المؤتمر لتسليط الضوء على أهمية الحوكمة الثلاثية، وهي ما تعني بالحوكمة البيئية والحوكمة الاجتماعية والحوكمة المؤسسية. سوف تكون هذه المنصة لتلاقي وجهات النظر من مختلف البلدان وتسليط الضوء على أهمية تبني المؤسسات سواء كانت في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص لاستراتيجية الحوكمة الثلاثية في أعمالها التشغيلية، في تبنيها للقضايا المتعلقة بهذا القطاع. أيضا هناك يعني فرصة للشراكة ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في هذا المؤتمر، أيضا تسليط الضوء على الفرص والمخاطر والتحديات التي تواجه هذا المفهوم الثلاثي مما يتعلق بحوكمة الشركات سواء في القطاع البيئي أو في القطاع الاجتماعي. طيب. أيضا دكتورة، ما هي أبرز المواضيع اللي سيتناولها هذا المؤتمر الذي سيمتد على مدار يومين، اليوم ويوم غد، وكيف تعكس هذه المواضيع أيضا الأولويات الحالية في مجال الحوكمة تحديدا؟ بالضبط، يعني العالم الآن يواجه العديد من التحديات سواء كانت هذه التحديات اقتصادية، تحديات جيوسياسية، ولكن لابد أن لا ننسى أهمية هذه المحاور الثلاثة التي تعمل على تعزيز مفهوم العدالة الاجتماعية، وهو ما يخدم محور الحوكمة الاجتماعية، وأيضا الحوكمة البيئية وهو ما يعني بالتنمية المستدامة وحماية البيئة، والحوكمة المؤسسية وهي ما تعني بالشفافية والالتزام بالمعايير الدولية للأعمال التشغيلية في المؤسسات والمساءلة. كل هذه أمور جدا مهمة لابد من تسليط الضوء عليها. طيب أيضا دكتورة، كيف يمكن لمؤسسات قطر المساهمة في تعزيز أو المساهمة طبعا في تعزيز الحوكمة البيئية الاجتماعية والمؤسسية؟ طبعا لابد من إدراجها في استراتيجيات هذه المؤسسات سواء كانت في القطاع الخاص أو الحكومي، أيضا ربطها بالعوائد المادية، ربطها بسمعة المؤسسة، جذب الاستثمارات المستدامة للدولة من خلال تعزيز هذا المفهوم. بالنسبة للتحديات دكتورة، التحديات التي تواجهها المؤسسات في دولة قطر فيما يتعلق بتطبيق معايير الحوكمة، ما هي أبرز هذه التحديات؟ بالرغم من أن دولة قطر قطعت شوط كبير في تعزيز مفهوم الحوكمة سواء المتعلقة بالبيئة أو القطاع الاجتماعي أو أيضا بالقطاع المؤسسي، لكن ما زالت هناك بعض التحديات، وهو نقص الوعي والمعرفة بهذا المفهوم، أيضا ضعف الثقافة المؤسسية، قلة الخبرات المؤهلة لتطبيق هذه المعايير، أيضا تركيز بعض الشركات على النتائج المالية دون الالتفات إلى التزام بهذه المعايير. نحتاج إلى وجود منصة رقمية تدعم هذا المفهوم، تعزيز التعاون ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، تطوير المؤتمرات والملتقيات التي تعي بمناقشة هذا المحور الهام. أخيرا دكتورة، هل هناك من خطط لزيادة التوعية بأهمية الحوكمة على مستوى الأفراد والمجتمع؟ بالفعل هناك تضافر العديد من الجهود سواء كانت من المؤسسات الإعلامية المتمثلة بالتلفزيون والإذاعة وأيضا منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك وجود العديد من الملتقيات والمؤتمرات التي تسلط الضوء على هذا المفهوم، وكذلك اهتمام الدولة بتدريب الموظفين لخلق كفاءة قادرة على تطبيق هذه المعايير في مؤسساتهم. أشكرك يا دكتورة بثينة الأنصاري، نائب رئيس تنفيذي لشركة حوكمة، على كل هذه المعلومات، وأتمنى لكم التوفيق في مؤتمركم على مدار هذين اليومين. إذن مشاهدينا الكرام، كما تابعنا مع دكتورة بثينة أهمية اليوم هذا المؤتمر، مؤتمر الحوكمة الثلاثية وتحديد المؤتمر الدولي للحوكمة الثلاثية، وموضوع القضايا المهمة التي سيتناولها المتعلقة بالبيئة والاجتماعية وأيضا حوكمة الشركات والمؤسسات، وكذلك موضوع يعني أصبح محور أساسي واهتمام دولي لوضع الشركات في اتجاه صحيح لخدمة التنمية وأيضا لتقليل تأثيراتها البيئية وجعلها تهتم أكثر بخدمة المجتمع. نعم، الآن عودة إلى الاستوديو. شكرا جزيلا لك يا زميلة نادين البيطار على هذه المعلومات.
إلى موضوع آخر مشاهدي الكرام، تتواصل في جاليريا الحزم النسخة السادسة من معرض عسجد للمجوهرات والذي يستمر حتى يوم الغد، وسط مشاركة لأكثر من 85 علامة تجارية ومحلية اجتمعت تحت سقف واحد. النسخة السادسة من معرض عسجد لهذا العام هنا بمول الحزم، إبداعات عالم الأحجار وروائع المجوهرات الفاخرة لأكثر من 85 علامة تجارية ومحلية اجتمعت تحت سقف واحد. اللي يميز المعرض أن مدخلين الذهب واللولو بشكل أكثر صراحة، ومدخلين من دول الخليج، من السعودية في شركات كثيرة جاي لأول مرة، وحتى من إيطاليا. فدائما عسجد، شوفي احنا ما نعتبر المعرض بحجم المعرض قد ما نعتبر بنوعية الشركات المشاركة، فمن فضل الله سبحانه وتعالى شركات كثيرة مشاركة وعندنا ناس ويتنج ليست للمعرض القادم. هذه دليل ان الناس المشاركة مبسوطة من المشاركة في المعارض اللي راحت. المشغولات التراثية الخليجية كان لها حيز خاص في نسخة هذا العام، وتفنن حرفي المجوهرات في صناعة قطع فريدة تحمل بصمات حضارات مختلفة. جايبين شغلات طبعا مميزة من التراث الأحسائي، طيب، وجبنا بعد حتى شغلات احنا نوفر شغلات مثلا نستوردها من إيطاليا ومن تركيا ومن عدة مناطق، ونسويها بشغلات بلمسات خاصة فينا. فهذا الشيء الحمد لله رب العالمين خلي معظم الزباين يتعنون لعندنا. عندنا مجموعة خاصة لمعرض عسجد المجوهرات، هذه المجموعة مستوحى من الثقافة القطرية من الصندوق القطري المعروف، وعندنا مشاركة طبعا من جميع الشركات اللي تكون تحت مظلة بابيون دائما، لكن هالسنة بالذات عندنا مشاركة مميزة وخاصة ولأول مرة بالدوحة من شركة يابانية معروفة ومرموقة باليابان. أشهر دول المجوهرات في العالم أضافت للمعرض تنوعاً يرضي كافة الأذواق إلى جانب أرقى التصاميم المحلية. يستمر المعرض حتى 29 من الشهر الجاري، وهو مقصد لعشاق المجوهرات بمختلف أنواعها. مزيد من التفاصيل نشرك معنا مشاهدي الكرام السيد جاسم محمد العمادي نائب الرئيس التنفيذي للحزم. صباح الخير سيد جاسم، شكرا على تلبية دعوتنا. ما الذي يميز معرض عسجد عن باقي المعارض اليوم في المنطقة الخليجية؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أحب أشكر تلفزيون قطر على هذه الاستضافة الطيبة. طبعا مثل ما ذكرت، معرض عسجد هو فعلا يتميز عن باقي المعارض الموجودة في المنطقة من عدة نواحي. الناحية طبعا الأولى اللي هو خدمة كافة الشرائح من عشاق المجوهرات أو الذهب أو اللي هو الألماس. فاليوم احنا دائما نشوف المعارض تفتقر بعض الأحيان إلى تواجد مستويات مختلفة من البضاعة، سواء كانت القطع الصغيرة مثلا أو الكبيرة أو المتوسطة. فمعرض عسجد يخدم هذه الفئة بشكل ممتاز بتغطية جميع الفئات، فأنت ممكن تشوف قطع قيمتها بالملايين وقطع تشوفها بمئات الآلاف وبالخمسين ألف وحتى ممكن تصل إلى 1000 ريال. فهذه أحد النقاط اللي إحنا كان يعني بعد ما إحنا استمعنا للجمهور بشكل يعني دقيق وشفنا آرائهم، اكتشفنا أن في يعني طلب كبير لتواجد جميع الفئات من المجوهرات أو الذهب. اليوم هي فرصة أيضا للحديث عن المشاركين، عن العارضين في نسخة هذا العام. طبعا احنا العارضين دائما نحاول ننتقي امانه اللي هو العارضين والمشاركين في جميع معارض الحزم ومش بس معرض عسجد. هذه السنه عندنا 103 عارضين في معرض عسجد، طبعا من مختلف دول العالم. الحمد لله عندنا تقريبا 9 دول مختلفه هذه السنه،
ونتطلع دائما احنا مش فقط لزياده الارقام، يعني امانه احنا اليوم نشوف احنا طبعا زياده عدد المشاركين شيء جيد، لكن بعد التحسين في الجوده، في جوده المنتج المعروض، في الثقه في الاسامي اللي موجوده في المعرض، في تواجد البراندات او الشركات اللي الناس كانت تتعنى لها وتسافر لبلدان ثانيه للشراء منها، انها تكون متواجده كلها تحت سقف واحد في قاعه فخمه ومجهزه بشكل سهل ويساعد المتسوق انه يشتري وياخذ راحته في المكان. هذه هي يعني الاهداف اللي احنا بنوصل لها ان شاء الله. اليوم يعني لاحظ انه معارض المجوهرات في قطر، لدينا المعرض الاهم معرض الدوحه للساعات والمجوهرات، ولدينا ايضا المعرض عسجد. يعني هل تعتقد بانه اليوم هذه المعارض بوجود معرضين فقط طوال العام تعتبر قليله اليوم قياسا بحجم الطلب على الذهب والمجوهرات والساعات في قطر؟ والله امانه احنا نشوف يعني حاليا في الوقت الحالي العدد كافي، لكن طبعا الواحد ما يضر انه هو يجرب يزيد نسخ. يعني احنا اليوم معرض طيب الحزم على سبيل المثال بدينا نسخه واحده في السنه، وبعدها انتقلنا الى نسختين في السنه وشفنا ان في اقبال فاستمرينا في هذه الاستراتيجيه. فاليوم يعني افضل الحل عشان الواحد يعرف بعد طبعا دراسه السوق بشكل جيد، و يعني ان الواحد يجرب يشوف نسختين، هل هذه يعني تتحمل، هل السوق يتحمل نسختين. وانا من وجهه نظري اتوقع ان يعني معرضين كبار في السنه يكفون لتلبيه الاحتياجات، خصوصا ان هذه الامور يعني الواحد مش انه يستهلكها بشكل شهري او بشكل يعني يومي مثل المجوهرات. الواحد ممكن يشتري كل 6 شهور او كل 3 شهور او كل سنه، او في بعض الاشخاص ممكن كل 2 او كل 3 سنين. فهذا الموضوع يعني دائما تحت الدراسه بالنسبه لنا، يعني دائما احنا بالعكس ودنا انه يكون في معارض اكثر. يعني لاحظنا انه هذا العام هناك شركات تعرض المشغولات الذهبيه، ولم يعد يعني كما هي العاده التركيز على فقط على الالماس. لماذا برايك اليوم التوجه نحو المشغولات الذهبيه؟ صحيح، مثل ما ذكرت اليوم لو نلاحظ في معرض عسجد يعني توزيعه العارضين نشوف في حيز كبير لصناع الذهب خصوصا من دول الخليج والدول الشقيقه. فهذا طبعا يعكس اكثر من شغله، الشغله الاولى اللي هو التزام الزبون في المحافظه على قيمه المال. اتوقع هذه احد الاشياء اللي يمكن الواحد لا شعوريا قاعد يتوجه لها، اللي هو اليوم يبي يشتري شيء له قيمه وتستمر قيمته معاه وين ما راح وفي اي مكان. وبعد بالاضافه الى تواجد يعني شركات اقوى في 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 مجال الذهب، يعني قبل احنا ما كنا يعني نشوف في خلينا نقول يعني ابداع كثير في شركات الذهب، يعني كان المتعارف عليه اللي هو موجود في كل مكان، اي محل ذهب تروحه بتحصل نفس خلينا نقول نفس التشكيلات. لكن في السنوات الماضيه بدينا نشوف ان الشركات اللي متخصصه في الذهب ومشغولات الذهب بدات يعني تاخذ خطوات جديده وتدخل في عالم التصاميم وعالم الامور المميزه والاشكال الجديده، وهذا اللي هو سبب زياده في نسبه المشاركين اللي يتخصصون في الذهب. طبعا السؤال انه هل تمت مراعاه الاسعار قد لا يكون في مكانه اليوم بالنظر الى تلك الارتفاعات الكبيره التي نتابعها ونشهدها منذ اشهر لاسعار الذهب. كيف ممكن يعني نصنف ونقيم الاسعار المعمول بها اليوم؟ هو شوف مثل ما احنا ذكرنا في بداية المعرض، يعني اليوم الأسعار أنت عندك تتفاوت من 1000 ريال إلى الملايين. فأنت اليوم كل واحد بيحصل اللي يناسبه، احنا هذا اللي نقوله. يعني أنت اليوم ممكن تشتري قطعة ذهب لو تحسبها بالوزن يمكن قيمتها 50,000، لكن تدفع عليها 900,000. ليش؟ لأن هي من الشركة الفلانية أو كذا أو البراند الفلاني. ففي أشياء يعني تأثر على قيمة القطعة، هو مش فقط بالجرام مثلا نحسب. اما في الامور التقليديه فهذا من الطبيعي ان احنا يعني نحسبها بسعر الذهب، وسعر الذهب اليوم قاعد يرتفع. فمن حق التاجر انه هو اليوم يعني يبيعك بسعر الذهب، وهذا المتعارف عليه. فاذا في زياده في السعر فهذا متوقع يعني انه ينعكس على سعر البضاعه اللي موجوده، خصوصا بما يخص الذهب. من ناحيه الالماس، طبعا الالماس يعني خلينا نقول في مجال اكثر للابداع والتصاميم وكذا، فكل واحد يقدر. يعني هو كل تاجر يقول لك انا هذه القطعه انا بالنسبه لي قيمتها 1,000,000 ريال او 500,000 ريال او غيره. وطبعا حق الزبون انه هو يشوف ويعني يفحص، في عندنا اللي هو الجهات المختصه لفحص
الأحجار الكريمة وغيرها من الأمور هذه، ويقرر هل هذا السعر يناسبه أو ما يناسبه. هل هناك تعاون مع مصممين محليين خليجيين وحتى عالميين لعرض مجموعات خاصة ضمن هذا المعرض؟ صحيح، مثل ما احنا شفنا في التقرير السابق ان في عندنا شركات تدشن يعني براندات جديدة لأول مرة عندهم في الدوحة من ناحية الشركات المحلية، وأيضا المشاركات الدولية أو المشاركات العالمية لاحظنا أنهم يحرصون على إطلاق نسخ أو قطع مميزة لهذا المعرض، وهذا طبعا دائما يضيف يعني للمعرض، والله الحمد أن أنت ما تشوف شركة تجتهد لتصنيع كوليكشن خاص أو مجموعة خاصة لمعرض عسجد أو حتى تدشين براندات جديدة. شفنا أتوقع أكثر من تدشين براند في هذا المعرض، والله الحمد يعني هذه تقريبا ثاني مرة يكون في تدشين لأول مرة لبراندات جديدة في الدوحة. منذ افتتاح المعرض منذ الخميس الماضي كيف لمستم حجم الإقبال؟ والله الأمانة يعني فعلا احنا ما كنا متوقعين أنه يكون في خلينا نقول زيادة كبيرة بهذا النسبة المئوية، لكن احنا الحمد لله أول يوم تجاوزنا ضعف عدد الزوار من النسخة السابقة، وفي الأيام اللي بعدها بعد مش أقل من 70% إلى 60% عدد زوار أكثر من النسخ السابقة أو النسخة السابقة تحديدا. فهذا طبعا يعني بالنسبة لنا يعني من أحد أهم نقاط قياس نجاح المعرض اللي هو عدد الزوار. طبعا دائما احنا يعني بكل نهاية يوم ناخذ يعني خلينا نقول الفيدباك أو يعني نستفسر من المشاركين عن مدى رضائهم بالمبيعات بشكل يومي حتى مش نهاية المعرض، والحمد لله رب العالمين يعني نشوف أن في إيجابية جدا كبيرة لهذا المعرض، وهذه النسخة أتوقع يعني بتكون أقوى نسخة موجودة من تأسيس المعرض. اليوم كيف تعملون أو يعمل المعرض على تطوير العلامة التجارية على المستوى المحلي وعلى المستوى حتى الخليجي وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط ليصبح وجهة وأيضا يعني سوق رائد في المجوهرات الفاخرة؟ طبعا معرض عسجد يعني هو ارتباطه بالحزم حقيقة يعني يساعد في 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 طريقة تسويق المعرض، لأن اليوم الحزم والله الحمد يعني أصبح وجهة خليجية والحمد لله بدأت تصير وجهة عالمية، الناس يعني تسافر عشان تحضر هذه المعارض. اليوم احنا لاحظنا وجود عدد كبير من الزوار من دول الخليج خصيصا، طبعا في ناس احنا يعني سمعنا انهم جايين بس عشان المعرض، فهذا طبعا يعني شرف كبير لنا، وهذا يعني دليل على قوة العلامة التجارية. لما احنا نقول معرض عسجد فعلا صار له بصمة في الخليج وصار له رواد من جميع دول الخليج. نعم. للحضور. السيد جاسم محمد العمادي نائب الرئيس التنفيذي للحزم، نشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات. شكرا أستاذ. لك بكم من جديد إلى موضوع آخر. منحت الجهات التنظيمية الاتحادية في الولايات المتحدة تمديدا لمدة 3 سنوات لمشروع مشترك بين شركة أكسون موبيل وقطر للطاقة لاستكمال بناء منشأة جولدن باس للغاز المسال في ولاية تكساس. المشروع حصل على التمديد بسبب تأخيرات حدثت عندما تقدمت شركة زاكري هولدينجز المتعاقد الأصلي للرئيسي للمشروع بطلب لإشهار إفلاسها في مارس الماضي وفقا لإفصاح نشرته اللجنة الاتحادية لتنظيم الطاقة. المشروع المقام في موقع سابن باس الذي كان في السابق محطة لاستيراد الغاز وجرى تحويله إلى منشأة لمعالجة الغاز الطبيعي لأغراض التصدير في صورته السائلة هو واحد من محطتين أمريكيتين كبيرتين كان من المتوقع أن يؤدي بدء تشغيلهما إلى زيادة كبيرة في الإمدادات خلال 12 شهرا المقبلة.
تفاصيل أوفى. نشرك معنا من لندن الدكتور مصطفى البزركان مدير مركز معلومات ودراسات الطاقة. مرحبا بك دكتور. ما هي أهمية تمديد الجهات التنظيمية الأمريكية لمشروع جولدن باس، وكيف سيساعد ذلك على تحقيق أهداف المشروع على الرغم من التحديات الاقتصادية وأيضا التأخيرات التي واجهها؟ تحياتي لك وللمشاهدين الكرام. أنا أعتقد أن هذا التمديد وهذه الموافقة هي من المكاسب الكبيرة لهذا المشروع. لماذا؟ لأنه لو نظرنا إلى الفترة الماضية كان حتى إدارة الرئيس الأمريكي والبيت الأبيض ضد الموافقة على هكذا مشاريع. لماذا؟ لأن هناك اعتراض من جانب شركات الغاز، وتعتقد أنه حينما يفسح المجال لتصدير الغاز المسال سيكون هناك ارتفاع في مستويات أسعار الغاز الداخلي، ولذلك هذا يعتبر مكسب ضد تحدي تشريعي وإداري إن صح التعبير، خاصة حينما نعلم أنه هذا المشروع هو يمثل 15% من صادرات الغاز المسال الأمريكية، ونحن نعرف كيف يعني يتم ذلك، خاصة في هذا الموقع هو من قلة قليلة من الموانئ العميقة التي ممكنها تستقبل ناقلات الغاز الضخمة التي يعني تعمل على نقل الغاز إلى الأسواق العالمية. نعم. طيب، ما هو الدور المتوقع لمشروع جولدن باس في تعزيز إمدادات الغاز الطبيعي المسال عالميا، خاصة في ظل التحولات التي يمر بها قطاع الطاقة عالميا؟ له دور كبير. يعني حينما نعلم أنه هذه الكمية في الإنتاج وتصدير الغاز المسال هي تمثل نسبة كبيرة من حاجة أوروبا إلى الغاز المسال، خاصة بعد انقطاع الغاز الروسي. هذه نقطة. النقطة الثانية أنه هكذا موقع يمكن لصادرات الغاز المسال تتوجه إلى آسيا وتتوجه إلى أوروبا. هذه نقطة ثانية مهمة أيضا تلعب دور. النقطة الأهم في الخارطة العالمية للغاز المسال وهي أنه هناك دراسات ووكالة الطاقة تؤكد زيادة الطلب على الغاز خلال الأعوام القادمة، وهناك دراسات تؤكد أنه ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال بنسبة 50% خلال السنوات العشر القادمة. طيب، كيف يمكن لهذا المشروع بتكلفة تصل إلى 11 مليار ونصف المليار دولار أن يعزز أيضا مكانة قطر كأحد أبرز اللاعبين في سوق الطاقة النظيفة عالميا؟ نعم، بالتأكيد هكذا مشروع، خاصة هو خارج قطر، بمعنى أنه هناك 70% ملكية قطر وقطر للطاقة في هذا المشروع. هذا يؤكد أنه نجاح الاستراتيجية القطرية في يعني الاستثمار في مشاريع الغاز، وهو يعني لابد أن نذكر هو مصدر الطاقة النظيف الذي يعتبر أنظف مصدر للطاقة خلال السنوات القادمة. هذه من ناحية. من ناحية أخرى، توفر أسطول كبير لنقل الغاز، يعني أكبر سفن في العالم لنقل الغاز الطبيعي المسال تتوفر في قطر، ولذلك هذا أيضا يدل على أن هناك خطة يعني نقل الغاز الطبيعي من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى نقل الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى أسواقه العالمية. مع تزايد الطلب دكتور على الطاقة النظيفة، كيف تتماشى أهداف مشروع جولدن باس مع التوجهات العالمية للانتقال إلى طاقة أقل ضرراً على البيئة؟ هذا الذي يجعل أهمية هذا المشروع. لماذا؟ لأنه يتماشى مع اندفاع العالم نحو الطاقة النظيفة. هذه نقطة للابتعاد عن الفحم الأكبر تلويثا للطاقة، وحتى للابتعاد عن النفط. هذا الذي يجعل هكذا مشروعات هي مشروعات مهمة، وخاصة حينما تكون هناك أسواق متوفرة، هناك أساطيل لنقل هكذا مصدر للطاقة النظيفة. أيضا لابد من إضافة نقطة، وهي أنه هناك توجه في دول الاتحاد الأوروبي لإحلال الغاز القطري والغاز الأمريكي بدل الغاز الروسي، خاصة هناك أيضا مشروعات تتعرض لعقوبات يعني في أمريكية ضد مشروعات روسية، ومنها هو أركتيك LNG 2 في يعني في الجزء القطبي من روسيا أيضا. طيب، برأيك ما هي الخطط المستقبلية التي قد تدعم قطر للطاقة للاستفادة أكبر من هذا المشروع، سواء على صعيد زيادة الإنتاج أو حتى فتح أسواق جديدة؟
حينما يكون هذا الإنتاج هو يمثل أكثر من 16% من إنتاج الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، هذا هو أكبر فوز لقطر للطاقة. لماذا؟ لأن تمثل نسبة كبيرة، هذه نقطة. تمثل أيضا لا ننسى 40% من حاجة أوروبا إلى الغاز الأمريكي إن صح التعبير، والولايات المتحدة أكبر مزود للغاز للاتحاد الأوروبي خاصة بعد الحرب الأوكرانية. هناك أيضا الغاز القطري من مصدره من قطر أيضا، هذا الذي يجعل أنه هكذا مشروعات هي مشروعات متكاملة إن صح التعبير استراتيجية. لماذا؟ لأن خطط دولة قطر، وهذه هي النقطة الأساسية اللي دائما أذكر فيها، وهي دبلوماسية الطاقة لديها الإمكانية والاستراتيجية للخوف في هذه المشروعات، لأنها لديها مصادر للغاز الطبيعي ولديها مصادر الغاز الطبيعي المسال وإمكانية أساطيل واسعة لنقل، وهناك أيضا استثمارات داخلية وخارجية إضافة إلى الأسواق المتوفرة والتي ستزداد سعة سواء في دول الاتحاد الأوروبي أو في جنوب شرق آسيا. نعم، دكتور مصطفى البزركام مدير مركز معلومات ودراسات الطاقة، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من لندن. شكرا لك. نواصل معكم مشاهدي الكرام رصد نتائج وأرباح الشركات المدرجة في بورصة قطر في نهاية الربع الثالث من العام الحالي، وتابعنا أمس إعلانا لشركتين حيث قفزت الأرباح الصافية لشركة بلدنا بنسبة 118% وبلغت قيمتها 141 مليون ريال في مقابل صافي الربح 64 مليون و600 ألف ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. بلغت ربحية سهم شركة بلدنا 7.04 دراهم في نهاية الربع الثالث من العام الحالي مقابل ربحية السهم 3.04 دراهم لنفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفع أيضا شركة أرباح شركة الكهرباء والماء كما نتابع القطرية، وبلغ 1,189 مليون ريال في نهاية الربع الثالث من العام الحالي في مقابل صافي الربح 1,109 ملايين ريال لنفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 7%. وبلغت ربحية شركة الكهرباء والماء القطرية 1.08 دراهم في نهاية الربع الثالث من العام مقابل ربحية السهم 1.01 لنفس الفترة من العام الماضي، وبذلك يبلغ صافي أرباح 31 شركة في نهاية الربع الثالث من العام الحليمة قيمة 29,259 مليون ريال مقارنة بنحو 27,519 مليون ريال في نهاية الربع الثالث من العام 23، وبنمو ناهز 6.3%. ننتظر اليوم الاثنين إعلان 8 شركات، هي بنك قطر الدولي الإسلامي، السلام العالمية، وشركة الميرة والإسمنت، بالإضافة أيضا إلى شركات مساعيد واستثمار القابضة والعامة للتأمين والمتحدة للتنمية. سنشهد إن شاء الله يوم الغد الثلاثاء إعلان 5 شركات، هي صناعات قطر وقطر للتأمين والإسلامية للتأمين وشركة كيو أل أم وأيضا شركة بيما، ونختتم الإفصاحات يوم الأربعاء وذلك مع 7 شركات، هي قطر وعمان والطبية والسينما والخليج الدولية، بالإضافة إلى شركة الدوحة للتأمين وشركة الخليج التكافلي ومجموعة أريدو. والآن إلى جولة تفصيلية على أسواق المال العالمية والخليجية، وأيضا نتابع افتتاحات البورصة القطرية وأداء المؤشرات فيها. بدايتنا مع آسيا،
التي سجلت فيها المؤشرات اليابانية خسائر أسبوعية لمؤشرين نيكي وتوبكس بنحو 3% تحسبا للانتخابات العامة اليابانية التي من المقرر أن تجرى هذا الأسبوع. كما ضغطت التحذيرات المتكررة بشأن التدخل المحتمل في سوق العملات من قبل الحكومة على الأسواق، حيث اقترب الين من أدنى مستوياته في 3 أشهر. نيكي 38,651 نقطة، 2% مرتفع، 0.3% في هانغ سينغ مع 20,656 نقطة. كوسبي 2,612 نقطة مع أكثر من 21% نسبة الارتفاع. بالنظر للأسواق الأوروبية، استقر مؤشر ستوكس يوروب 600 في آخر جلسات الأسبوع الماضي، لكنه سجل خسائر أسبوعية بنسبة 1.1%. كما نتابع داكس الألماني 19,463 نقطة، 10% ارتفاعات. فوتسي البريطاني 8,248 نقطة مع 0.25% انخفاضات. وكاك الفرنسي 7,497 نقطة مع حوالي 10% نسبة الانخفاض. نذهب إلى الأسواق الأمريكية التي تباين فيها أداء مؤشرات الأسهم في ختام تعاملات الأسبوع في ظل ترقب للأسواق للمزيد من بيانات سوق العمل والتضخم خلال هذا الأسبوع، بالتزامن مع إعلان كبرى شركات التكنولوجيا نتائج أعمالها الفصلية، والذي دعم أداء مؤشر ناسداك محقق مكاسب للأسبوع السابع على التوالي. الداو جونز في آخر إغلاقاته 42,114 نقطة، 0.6% انخفاضات. S&P 5,808 نقاط مع انخفاضات ب 3%. الناسداك 18,518 نقطة. أما الأسواق الخليجية، ارتفعت الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي يوم بالأمس في أولى جلسات الأسبوع بأكثر من 1.5% وسط مؤشرات للتهدئة في المنطقة، بالإضافة إلى استمرار تفاعل الأسواق مع نتائج أعمال الشركات لفترة الربع الثالث. السعودية اليوم 12,089 نقطة، 0.17% نسبة ارتفاع. دبي 1% مع 4,526 نقطة. أبو ظبي تسجل 9,290 نقطة مع ارتفاعات ب 1%. السوق الكويتي 7,620 نقطة مع حوالي أكثر من 0.3% نسبة الارتفاع. البحرين تقترب من 0.4% مع 2,008 نقاط. مسقط 4,818 نقطة مع حوالي 0.15% نسبة الارتفاعات. نشوف البورصة القطرية، وكما تابعنا سجلت مكاسب قوية بالأمس في نهاية الجلسة الأولى من هذا الأسبوع بنسبة تجاوزت 1.5%. دعمها طبعا نمو جماعي للقطاعات، في مقدمتها كان الاتصالات وسط مكاسب سوقية ناهزت 11 مليار ريال، عوض المؤشر جانب من الخسائر التي تعرض لها خلال الأسبوع الماضي. اليوم 10,583 نقطة، 0.25% ارتفاعات. أحجام تداول حوالي 70 مليون سهم قيمتها 108 ملايين ريال بعدد من الصفقات عن 3,789 صفقة. نشوف أداء القطاعات، والبداية مع قطاع العقارات المرتفع ب 3.4%. البنوك 0.5%. النقل 0.5% ارتفاعات. كذلك الأمر البضائع والخدمات الاستهلاكية تقترب من 0.5%. التأمين 0.3% انخفاضات. في الصناعات ب 0.10%. وأيضا الاتصالات 0.6%. المؤشر يفقد. نشوف الشركات النشطة، مجموعة إزدان القابضة حوالي 16 مليون ريال، بلدنا 13 مليون ريال تداولات عليه. قطر لصناعة الألمنيوم 8 ملايين ريال و6 مليون 170 ألف ريال في الملاحة تم تداولها. الشركات الأكثر من ناحية الارتفاع، أزدان حوالي 4%، 2% في الدوحة للتأمين، أعمال 1.5%، الملاحة 1.5%. أكثرها انخفاضا سجل في صندوق الريان قطر مع 2%، 0.8% في أريدو. التحويلية تسجل 0.7%، والدلالة تقترب أيضا من نسبة انخفاض تبلغ حوالي 0.7%.
أعلنت مشاهدي الكرام شركة الملاحة القطرية أن شركتها التابعة شركة حالول للخدمات البحرية قد فازت بعقد أعمال الهندسة والتوريد والبناء والتركيب والتشغيل لمشروع ربط الألياف الجديد مع شركة نفط الشمال. تتجاوز قيمة العقد 262 مليون ريال، ما سيساهم بشكل كبير في تعزيز قدرات الاتصال ونقل البيانات ضمن قطاع الطاقة في قطر. وبموجب شروط الاتفاقية ستقوم شركة حالول للخدمات البحرية بتمديد نظام كابلات ألياف جديدة من منطقة الكعبان إلى رأس لفان ومنها إلى منطقة حقل الشاهين البحري، وسيتم تمديد الكابل الذي يبلغ طوله 140 كيلومترا باستخدام معدات متخصصة وجسور في قاع البحر. تفاصيل أوفى نشرك معنا السيد أحمد عقل من استوديوهاتنا في هنا، وأيضا نشرك معنا من بورصة قطر السيد يوسف بوحليقة محلل الأسواق المالية. مرحبا بكم ضيوفنا الكرام. سيد يوسف، نبدأ النقاش مع النتائج وأرباح الشركات للربع الثالث، تعليقك على ارتفاع أرباح شركة الكهرباء والماء بأكثر من 7%. صباح الخير لك وللمشاهدين الكرام، كذلك للصديق أحمد عقل. حقيقة شركة الكهرباء الماء يعني بعد ما لاحظناها بدأ نشاطها داخل دولة قطر بدأت يعني الأرباح تستقر وبدأت الاستثمار في البنية التحتية وفي الطاقة الكهربائية وكذلك في يعني أعمال التوسعية في داخل قطر تعطي انطباعها. هذا ما لاحظناها في خلال يعني الربع الثالث. نلاحظ الأرباح الآتية فيها قد حققت يعني النصيب الأكبر في هذه التقدم وهذا البناء في دولة قطر. يعني كانت النتائج إيجابية جيدة، نلاحظ التوسع فاقت يعني الأرباح فوق أو التشغيلية فاقت 2.24 مليار ريال في خلال 9 أشهر، أي بأرباح فاقت يعني فوق 7%. هذه نتيجة جيدة بالنسبة للاستثمار شركة الكهرباء والماء بعد ما لاحظناها في النصف الثاني من هذا العام تتراجع وسبب دخولها في استثمارات خارج قطر. هنا نلاحظ استثماراتها ركزت داخل قطر ومن ثم بدأت العائد يعطي انطباعها وأعطاه، كما يعني بينت لنا في خلال النصف الأول كان توزيع أرباح مرحلية 25 يعني بالمئة من أرباحها. كل هذا صب حقيقة في بورصة قطر، ونلاحظ هنا استقرار سعر سهمها التي اتفاق يعني من الأسهم القيادية في البورصة. حقيقة الأرباح مطمئنة جيدة كانت واضحة، والأمور يعني يبني عليها المستثمر في هذه المرحلة بأنها حتستمر وحتعطي انطباع إلى نهاية السنة، وأتوقعاتي الكثير في الربع الرابع بإذن الله تعالى. نعم أستاذ أحمد، ما سر هذه القفزة الكبيرة أيضا في أرباح شركة بلدنا بأكثر من 118% بنهاية الربع الثالث؟ بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير إلى كل السادة المشاهدين ولأخي الكريم الأخ يوسف. لا شك أنه خلال هذه الفترة نحن عم نشوف أنه شركة بلدنا منذ الربع الثالث من العام الفائت بدأت بتحقيق قفزات سعرية مهمة جدا، استطاعت من خلالها أن تنتقل بمنحنى أو خلينا نقول رسم البياني لأرباحها من مستويات 20 أو 30 مليون ريال بالربع لمستويات 45 إلى 50 مليون، أداء قوي جدا للشركة. أهم أسباب هذه الارتفاعات بتقديري أنا هي عبارة عن سببين رئيسيين. السبب الأول هو انخفاض تكاليف التمويل اللي شفناه انخفض بالعام الفائت من 58 مليون ل 43 مليون تقريبا خلال العام الحالي، فرق حوالي 15 مليون. سبب رئيسي بهذا الموضوع هو سداد الشركة لبعض الالتزامات الموجودة عليها وحسن أداء الشركة وإدارتها للأمور المالية الخاصة فيها. وما ننسى أنه انخفاض الأرباح 0.5% تم بنهاية الربع الثالث، وبالتالي من المتوقع أنه الربع الرابع يكون أيضا في مزيد من الانخفاضات أو بالفوائد الموجودة. هيدا واحد. اثنين، وهيدا الموضوع الأهم والأساسي،
إذا بنشوف إيرادات الشركة ارتفعت بشكل ممتاز جدا حوالي 11%، وبنفس الوقت تكاليف الشركة، التكاليف المباشرة، لما نقول نحن تكاليف مباشرة فنحن بنعني فيها مواد أولية ويد عاملة مباشرة، وبالتالي التكاليف المباشرة لم ترتفع بنفس النسب، بالعكس هامش الربح اللي هو عبارة عن سعر البيع ناقص التكاليف المباشرة للمواد الأولية والتكاليف المباشرة الأخرى، أصبح هامش الربح 23% بالربع الحالي مقارنة مع 19% بالعام الفائت. يعني الفرق بين التكاليف المباشرة وسعر البيع ارتفع، بالتالي الشركة حسنت من أسعارها، قللت من خلينا نقول تكاليف الإنتاج، وبنفس الوقت استطاعت أن تدخل مواد جديدة فيها هوامش ربح مرتفعة. هيدا ساعد الشركة على تحقيق فرق ممتاز جدا بمستوى الأرباح المباشرة التي بتم تحقيقها بدون الأخذ بعين الاعتبار المصاريف الثابتة الأخرى. هون إذا بدك بدأت الرحلة، أو بدأ إذا بدك الفرق يظهر بشكل واضح. هامش ربح 23% يعني يعتبر هامش ممتاز جدا ونمو قوي مقارنة مع 19% بالعام الفائت، إضافة لبعض العوامل الأخرى اللي شفناها مثل أرباح من استثمارات أو أمور مختلفة. ولكن بتقديري تكاليف التمويل وتحسين سعر البيع وتقليل تكاليف المباشرة يعني استخدام المواد الأولية أو المواد الخام، خلينا نقول ترشيد استخدامها واستخدامها بالشكل الأمثل إضافة لرفع الأسعار، هودي إذا بدك هني أحد أهم أسباب الارتفاع الذي حققته. وهون بدي نوه أنه بالربع الثالث ما شفناها كتير بعيدة العام الحالي عن الربع الأول والثاني، مع العلم أنه عادة الربع الثالث لجميع الشركات الاستهلاكية بكون ربع صعب لأنه بكون في فترة الصيف والسفر، ولكن الشركة حافظت على مستويات 40 مليون، ابتعدت 10-15% من أعلى ربع حققته خلال العام، وهيدا أيضا إنجاز جيد بتقديري أنا. التوسع الكبير اللي عم تقوم فيه الشركة بإنتاج مواد جديدة عم بيكون له كامل التأثير على هذا يعني التنوع بالإيرادات والنمو أيضا بتحقيق الدخل. سيد يوسف، كما سبق وذكرنا اليوم لدينا نشاط كبير على صعيد الإفصاحات مع 8 شركات، نبدأ مع توقعاتك لأرباح شركة مساعد. شركة مسعيد من الشركات الحقيقة الصناعية القادرة على الإعطاء، لاحظناها في الفترة يعني الربع الأول والربع الثاني تأثرت أرباحها بسبب الصيانة العادية، وكذلك أسعار المواد الإنتاجية في يعني تذبذب عالميا، وهذا ما يعني أثر كثير على الربع الأول والربع الثاني في إنتاجها. كان هناك يعني تراجعات فقط 32% من أرباحها. نتوقع استمرارية هذا التراجع في خلال 3 أشهر، قد يكون التشغيل بدأ الآن يعطي ثمارها وزيادة الإنتاج زادة، ربما خفض كثير من التراجع. أنا توقعاتي حتحافظ على المستوى المطلوب في الإنتاج وزيادتها ربما، لكن التشغيلية يبقى يعني هو المصب في ذلك، بحيث أنه يكون محافظ أسعارها على نفس النمو الذي حققته 2023. بطبيعة الحال يعني هناك فارق كبير في الأسعار عالميا، ربما يؤثر نوعا ما على أسعار خصوصا الإنتاجية مساعد البتروكيماويات، وهذا ما نلاحظه في خلال الفترة. لكن توقعاتي أنا حيكون محافظة جدا أكثر مما يكون عليها فيها. هناك يعني ترقب اليوم على أن أم سعيد ربما يكون أسعارها أقل بكثير من 23 في الأرباح بطبيعة الحال. نعم. سيد أحمد، ما هي التوقعات أيضا لبنك قطر الدولي الإسلامي في ظل الأداء الإيجابي الذي تسجل شركات قطاع البنوك؟ صحيح، يعني إذا بدنا نشوف بشكل سريع، الدولة الإسلامي حقق حتى منتصف العام 655 مليون مقارنة مع حوالي 976 مليون للثلاثة أرباع الأولى من العام الفائت، بالتالي البنك بحاجة تقريبا ل 320 مليون تقريبا
لتحقيق نفس ما كان قد حققوا بالعام الفائت، يعني معدل الأرباح الموجودة. ولكن إذا بنرجع على 2022-2023 دائما كان الربع الثالث هو الربع الأفضل بأداء البنك بفرق لا يقل 15-20% عن الربع الأول، وبالتالي التوقعات إذا استمرت على نفس هذا النحو فنحن فينا نقول أنه متوقع أن البنك يحقق ما يقارب 400 مليون أرباح بالربع الثالث، وبالتالي تكون تقريبا أرباحه مليار أو يتجاوز عتبة المليار ريال مع أرباح الربع الثالث، وبالتالي نصل لتقريبا مليار و50 خلينا نقول أو مليار و40. ونحن نتحدث عن نمو تقريبا بتقديري أنا رح يكون 7.5-8% عن العام الفائت، وهو النمو المستدام الذي عودنا عليه البنك الدولي الإسلامي. أيضا سيد يوسف لدينا استثمار القابضة والتي ستعلن اليوم، والشركة كما تعلم توسعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية خاصة في مشروعاتها الخارجية، توقعاتك لها على صعيد الربحية؟ يعني شركة استثمار، شركة استثمارية فعلا يعني نشطة خارج البلد، نلاحظها أن هذه بدأت مشاريع ضخمة جدا في مثل الجزائر، العراق، مصر، وكذلك سبقت يعني استثماراتها إلى أبعد الحدود في ذلك. هذه الاستثمارات عززت قدرتها على النشاط المستقبلي فيها. نلاحظ الفترة الماضية استطاعت أخذ قروض من جهة في لندن وما إليها، هذا حيعزز مكرمة استثمار حقيقة تطلعها واسع وكبير جدا. هي تحظى باستثمار قوي هنا داخل قطر بكونها أن من الاستثمارات الموجودية، نلاحظها أنها حتى تطلع إلى الاستثمار وتطوير البنية التحتية حتى في بلدان جارة مثل السعودية، وهي مترقب فيها نمو سريع جدا. أنا أرى أن توقعاتي هذا يوضح لمستثمريها أن هناك يعني تطلع كبير باستثمارته، وهو أخطو هذه الخطوة لأنها قادرة على الاستثمار وقادرة على العطاء وقادرة على التوسع الكبير. حتحافظ بطبيعة الحال على استثماراتها التي حققت في 2023 أو أكثر من ذلك، كونها يعني استثمار في جميع البنية التحتية، في الطرق، في التوسعات الداخلية الموجودة نلاحظها هنا. بطبيعة الحال حيكون لها اليوم يعني المفترق المحافظة التي المستثمر يتطلع فيها بحيث أنها تعطي مساهميها يعني الدعم الإيجابي بالمحافظة على أرباحها. أرباحها يكون مقارنة عن العالم قد يكون أعلى من حققته 2023، لكن يبقى السؤال تطلعها الاستثمارات الخارجية التي هي مصب المكان في المستثمر وتطلع إليه بإذن الله تعالى. نعم. نعم سيد أحمد، توقعاتك أيضا لكل من الميرة والمتحدة للتنمية، وننتظر إعلانهما هذا اليوم أيضا. صحيح، الميرة حققت تقريبا 90 مليون حتى النصف الأول مقارنة مع 115 بالعام الفائت. الربع الثالث بالميرة دائما بيكون هو الربع الأضعف، نحن بنعرف أنه فترة سفر ومعظم المقيمين أو المواطنين حتى بيسافروا لقضاء أجازة الصيف، وبالتالي هيدا بيأثر بشكل كبير على أعمال الميرة. توقعاتي أنه تكون أرباحها بالربع الثالث قريبة من 30 مليون، وبالتالي أعتقد أنه نمو الشركة سيكون ما بين 2-4%، ما بتصور أنه بيكون بأكثر من هذا، مع العلم أنه هيدا الصيف يمكن كان أدائه أفضل حسب ما شفنا بشركات أخرى مثل بلدنا وغيرها. ولكن أعتقد أنه 3-4% أو 2-4% حوالي 120 مليون ل100 وأكثر شوي، يعني ممكن يكون هو الرقم يعني متوقع بالنسبة إلي لأرباح الميرة. الشركة قوية، حققت نمو جيد، يعني حافظت على نمو خلينا نقول خلال الأيام أو الفترات السابقة بالرغم من التضخم وارتفاع أسعار كثير من المواد، وبالتالي الشركة أدائها ممتاز، وبعتقد أنه 2-4% بشركات استهلاكية بهذا الحجم تعتبر هي نسبة النمو المتوقعة. بالنسبة للمتحدة، المتحدة وضع مختلف. المتحدة من الشركات القليلة التي حققت تراجع حتى منتصف العام حوالي 23%، 145 مليون أرباحها مقارنة مع 230 مليون من العام الفائت حتى نهاية التسعة أشهر بتقديري. ودائما أيضا إذا بنشوف المتحدة بآخر سنتين
بنشوف انه الربع الثالث هو الربع الاقل بتنخفض فيه الارباح بشكل كبير. يعني خلينا نقدر انه السنه تكون ارباحها بالربع الثالث افضل من العام الفائت بحوالي 50%، بالتالي 60 مليون بعتقد انا ممكن نشوف تراجع يكون قريب من ال 14 ل 15%. 200 مليون تقريبا ممكن تحقق الشركه ارباح حسب تقديري الشخصي مع نهايه التسعه اشهر الموجوده حاليا. شكرا جزيلا لك السيد أحمد عقل الخبير والمحلل المالي، والشكر أيضا لضيفنا من بورصة قطر السيد يوسف بوحليقة محلل الأسواق المالية. لموضوع آخر مشاهدي الكرام، أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن انعقاد الحوار الافتتاحي الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في منطقة البلدان العربية. يأتي تنظيم الحوار الافتتاحي إيمانا بالعلاقة الوثيقة ما بين الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والارتباط الوثيق بينهما، حرصا على تحقيق الأهداف المنشودة في الدول المشاركة ومناقشة التجارب الثرية والتحديات من أجل الوصول لأفضل الممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان والمرتبطة بالممارسات التجارية، كما يمثل فرصة للوقوف على تطوير القدرات في مجال تنفيذ التزامات الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في منطقة البلدان العربية. مزيد من التفاصيل حول الحوار الافتتاحي للأعمال التجارية وحقوق الإنسان في منطقة البلدان العربية تنضم إلينا الزميلة رانيا خنفر من فندق بولمان الدوحة. صباح الخير رانيا، إليك التفاصيل. صباح الخير لك مروان وللمشاهدين الكرام. نعم، انطلق قبل قليل الحوار الافتتاحي الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في البلدان العربية، والذي يحمل شعار رسم مسار للممارسات المسؤولة للأعمال التجارية في منطقة البلدان العربية. سيستمر هذا الحوار على مدار يومين، حيث سيتبادل المشاركون وصناع القرار والخبراء مجموعة من المواضيع خلال الجلسات النقاشية الحوارية المباشرة، وأيضا سيكون هنالك مجموعة من الجلسات عبر الإنترنت لمناقشة مجموعة من الموضوعات وتحديد مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان. هذه الأعمال التجارية التي تشمل التجارة والتحول العادل والتنمية المستدامة الكلية. لتفاصيل أكثر عن هذا الحوار نشرك معنا الدكتور محمد بن سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. صباح الخير دكتور محمد، ولو تحدثنا أكثر عن أهداف هذا الحوار ولماذا تم التركيز على موضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا الحوار طبعا الافتتاحي هو يركز على الأعمال التجارية. طبعا احنا اليوم نعرف أن الأعمال التجارية تقوم بمبادرات وأعمال ومشاريع خيرية كثيرة كلها تصب في مصلحة حقوق الإنسان، وبالذات الفئات اللي هي نسميها احنا الفئات الأولى بالرعاية، مثل طبعا كبار السن، الأشخاص ذوي الإعاقة، المرأة، الطفل، العمال، كل هؤلاء يستفيدون من الأعمال التجارية ومن المشاريع ومن المبادرات، وهي طبعا يعني تمثل لهم معيشة
المعيشة وحق الحياة الحقيقة. فكثير من الشركات التجارية تقوم بهذه الأعمال، وبالتالي تستحق من حقوق الإنسان كل الشكر والتقدير. وبالتالي لذلك هنا جاء هذا الحوار ليكون هناك في منصة نتبادل فيها الرأي والفكر لتطوير هذه المبادرات وتطوير هذه الأعمال بما يصب في حقوق الإنسان. نعم، كيف يتم التزام الشركات عادة بمبادئ حقوق الإنسان على النمو الاقتصادي يعني والمساهمة في تعزيز جاذبية المنطقة للاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال؟ نعم، هذا بالضبط دورنا الحقيقي في حقوق الإنسان، أن احنا نزيد ونقيم هذه المؤتمرات وهذه الملتقيات بحيث أن احنا نتناقش مع الأعمال التجارية كيف نستطيع أن يعني نواجه هذه التحديات أو الصعوبات التي تعوقنا من خدمة الإنسان ومن خدمة حقوق الإنسان. وبالتالي حقيقة سيكون هناك منصة في هذا الحوار لتبادل الرأي والفكر من خلال أن احنا نعرف ما هي التحديات التي تواجهنا في مجال حقوق الإنسان سواء عن طريق البزنس أو طريق طبعا الأعمال التجارية، وكيف نستطيع أن نتغلب عليها من الناحية العلمية، من ناحية القانونية، من ناحية التشريعية، من ناحية الإجرائية أيضا. وبالتالي الحقيقة في النهاية سنخرج بتوصيات عملية قابلة للتطبيق الحقيقة نلتزم بها سواء في الحاضر أو في المستقبل. هذا يأخذني إلى سؤال التالي دكتور، اللي هي أهم التحديات الاقتصادية التي قد تواجه الشركات التي ستصبح ملتزمة بموضوع تحقيق حقوق الإنسان، وكيف يمكن أن نتجاوزها في المنطقة العربية تحديدا؟ طبعا هناك تعرف يعني من أكثر التحديات التي تقلق الحقيقة الأعمال التجارية، هناك مثلا التغيرات المناخية على سبيل المثال. طبعا التغيرات المناخية هذه الحقيقة تؤثر كثير سواء فيضانات حرائق غابات وكذا من هذا النوع. هذه الحقيقة الأعمال التجارية تقوم يعني تكون عاجزة الحقيقة من التصدي لهذه التغيرات المناخية لصعوبتها طبعا، ولكن حقيقة نحن ندعو هذه الأعمال التجارية أنه احنا الحقيقة أن نحن نساهم في هذه الحالات، مثلا لو حصل فيضان مثلا أو حصلت حرائق غابات أو تصحر أو كذا، أن تساهم هذه طبعا الأعمال التجارية في التخفيف عن الإنسان في هذه الأزمات. هذا على سبيل المثال للحصر، وهناك تحديات كثيرة مثلا تحديات حقوق العمال على سبيل المثال. نحن دائما الأعمال التجارية نوصي بأن حقوق العمال ويكون هناك لهم حقوق ويعني نسهل لهم البيئة المناسبة للعمل وغيرها من الأشياء كثيرة. وهناك أيضا تحديات أخرى صراحة سنناقشها في هذه طبعا في من خلال الخبراء والمسؤولين الموجودين في هذه الملتقى، وإن شاء الله نجد لها الحلول المناسبة إن شاء الله. نعم، لو أردنا الآن أن نتحدث عن دور الحكومات سواء كانت القطاعات الخاصة أو الحكومية في ضمان أن تلتزم الشركات بموضوع حقوق الإنسان، وهل توجد تشريعات محددة يعني من ضمن هذه الحوارات تفرض مثلا أو توصى بها للشركات؟ طبعا في كل أنحاء العالم يعني وليس في قطر فقط، في كل أنحاء العالم هناك في تشريعات وقوانين، لكن حقيقة من هناك بعض الشركات وهم قلائل حقيقة اللي هو عدم الالتزام بهذه القوانين. أنه هذه القوانين دائما تحث الأعمال التجارية، تحث هذه الشركات بعمل المشاريع التي تخدم الإنسان. وأيضا يعني حقيقة يعني كثير من الشركات حقيقة نلاحظها أمامنا الحقيقة أنها تقوم بذلك حقيقة. نحن نريد أن تزيد من هذه المشاريع لرفاهية هذا الإنسان، ولكن هناك بعض الشركات وهم قليلين جدا انهم غير ملتزمين بهذه القوانين، ولذلك احنا في خلال هذه الملتقيات نحثهم انهم ينضمون الينا من خلال ان احنا يعني نرفع الوعي والتثقيف لهذه الشركات بالمساهمه معنا لخدمه حقوق الانسان. نعم، كيف يمكن لهذه الشركات ايضا التي تحافظ على موضوع حقوق الانسان في مجال الاعمال التجاريه ان تدعم روح الابتكار في الشركات وتعزز من قدرتها على النمو بما ان الموضوع يتعلق تحديدا في موضوع الاعمال التجاريه؟ نعم، هذا سؤال جدا مهم الحقيقه. احنا الحين نحث هذه الشركات بموضوع الابتكارات. الابتكارات هي خلق امور اخرى لفرص عمل على سبيل المثال. يعني اليوم احنا كثير من الدول العربية ودول العالم الحقيقة يعانون من البطالة على سبيل المثال، فلما نحث احنا الشركات للعمل الابتكارات ستخلق فرص عمل تساعد هؤلاء الناس الحقيقة في الانضمام إلى هذه الأعمال وتعطيهم فرص عمل كبيرة الصراحة لتزيد معيشتهم يعني وحقهم في الحياة يعني. فكل ما كانت هذه الفرص متوفرة وكل ما كانت هذه الفرص كثيرة
على المستوى، على مستوى الوطن العربي. احنا نتكلم على مستوى الوطن العربي اليوم، هذا الملتقى يعني يركز على الوطن العربي. كل ما زادت هذه الابتكارات، كل ما زادت فرص العمل، كل ما كنا احنا في حقوق الانسان مرتاحين، لان وجدت فرص عمل لكثير من الناس الذين لا يجدون هذه الفرص، وبالتالي بدت حياتهم ومعيشتهم وتكوين اسره وغيرها من الحقوق الكثيره يعني. نعم، كل الشكر لك الدكتور محمد بن سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ونتمنى لكم التوفيق في هذا الحوار. إذن كما تابعنا مشاهدينا الكرام، فإن هذا الحوار الافتتاحي سيناقش مجموعة من الموضوعات تتعلق في موضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان على مدار يومين، حيث ستنطلق بعد قليل أولى الجلسات الحوارية النقاشية، وستستمر كما ذكرنا على مدار اليوم ويوم غد. العودة لك الآن مروان. كل الشكر لك الزميلة رانيا خنفر على هذه المعلومات. مشاهدي الكرام، نصحبكم إلى هذه الجولة الإخبارية، حيث عقدت اللجنة العليا لميليبول قطر مؤتمرا صحفيا سلط الضوء على النسخة 15 لهذا الحدث الذي يعقد من 29 إلى 31 من أكتوبر الجاري تحت شعار التكنولوجيا في خدمة الأمن. ويشهد معرض ميليبول قطر مشاركة جهات من مختلف أنحاء العالم تعرض أحدث الابتكارات في معدات الأمن وأنظمة السلامة والوقاية. كما يتضمن المعرض مؤتمرا دوليا وندوات تتناول مجموعة من القضايا الأمنية، ويشكل المعرض في نسخته الجديدة منصة مميزة للمشاركين من أجل مناقشة واقع الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وتعزيز استخدام التكنولوجيا في المدن الذكية والآمنة. نحن ارتأينا هذه السنة أن يكون هذا شعارنا، وهناك كثير من الشركات المصنعة لهذه الأمور والتقنيات، وهناك كثير من المشاركين في هذا المعرض سوف يدلوا بدلوه وشرح مستوى هذه الأشياء الأمنية المهمة في التقنيات الحديثة للحفاظ على الأمن الداخلي لجميع الدول. أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة بحاضنة الأعمال الرقمية عن شراكة مع ستارت أب جريند في قطر بهدف تعزيز الابتكار وريادة الأعمال والتحول الرقمي داخل منظومة الشركات الناشئة في قطر، وتوفير منصة قوية لرواد الأعمال الطموحين للنمو وتوسيع أعمالهم. تشكل هذه الشراكة خطوة كبيرة نحو تعزيز نظام الدعم للشركات الناشئة في قطر، وسيتم من خلالها تنظيم سلسلة من الفعاليات وورش العمل وبرامج الإرشاد المصممة لتمكين الشركات الناشئة ورواد الأعمال في قطر. أعلنت وزارة المواصلات عن إنجاز شؤون النقل البحري 275 معاملة خدمية خلال الربع الثالث من العام الحالي. تنوعت تلك الخدمات بين الوسائط البحرية من تسجيل وتجديد ونقل للملكية وإصدار شهادات آهلية واعتمادها، بالإضافة إلى السفن الأجنبية العاملة في المياه القطرية. توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل دولة قطر أقل معدلات التضخم في العالم العربي، وذلك خلال 2025 وبنسبة تصل إلى 1.4%. وكانت توقعات سابقة للصندوق قد حددت نسبة التضخم في قطر للعام الحالي عند 2.5%. كما توقع الصندوق أن يسجل السودان أعلى معدلات التضخم في العالم العربي في العام 2025 عند حوالي 119%، تليه مصر عند 21%.
إلى هنا مشاهدي الكرام نصل وإياكم إلى ختام جلسة الأعمال، كل الشكر لمتابعتكم وإلى اللقاء. We'll be right back.